أستاذ الآن يلتحق بي مباشرة عبر الهاتف الدكتور محمد لامين مخناش، وهو مؤسس الأرضية الرقمية لوزارة الصحة. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. مرحبا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سعيدون بتواجدك معنا، ونسعد كما نسعد دائما باستضافة الكفاءات الجزائرية التي دائما ما تصنع التميز وتقدم مجهودات كبيرة جدا في الوقت الذي ينبغي ويجب أن تقدمه، فأهلا بك دكتور. مرحبا. الله يسلمك، وأنا أسعد بأن يسمع صوتي يعني الشعب الجزائري هذا. شكرا. وأبلغهم كل تحياتي، وأدعو لي كل أدعو الله عز وجل يشفي كل المرضى. آمين. وكل المصابين بهذه المرض. دكتور، في البداية أنت مؤسس أنت مؤسس هذه الأرضية الرقمية لوزارة الصحة التي أصبحت اليوم ربما أكبر وأهم أرضية رقمية يهتم بها المواطنون وتهتم بها الدولة كذلك، لأنها عصب عملية إيصال المعلومة في هذه المرحلة بالذات. حدثنا عن هذه الأرضية، كيف ظهرت؟ ونحن نتكلم عن أزمة لم يحضر لها العالم، أتت مباغتة مفاجئة، فكيف تمكنت في ظرف قصير أن تضع هذه الأرضية الرقمية؟ أكيد. أولا هو عن بعد رجوعي من الخارج، يعني انشات مؤسسه ناشئه اسمها ELCS Research، بمعنى Electronic and Computer Science Research. وفي 2014 يعني بدينا نشتغل في مرحله بحث وتطوير، فالهدف هو كان وضع انظمه معلوماتيه. يعني في كل مرحله كنا نتخيل يعني سيناريوهات، يعني مرحله فيها كرايسيس، مرحله فيها يعني نحاول انه نضع نظام معلوماتي ديجا في المرحله الاولى يمكن من تسيير كل المؤسسات بكل أشكال، يعني اقتصادية واجتماعية وغيرها، وبعدها نتخيل يعني سيناريوهات يعني تاع أزمة وباء أو غيرها، ونحاول كيف يكون هذا النظام يعني يمكن يعني يكون إيفولوتيف، يعني دون السنس وين إذا كان يعني فيه أي يعني أي مرحلة يعني يمكن أنه يعني si on essaie de faire un paramétrage donc on pourra l'adapter à toute situation. المرحلة هذه دامت لمدة 7 سنوات. فصحيح أنه نشرنا قلنا باللي أنه نضع منصة رقمية في يعني في وقت قياسي يعني مقدار 72 سنة، فالناس ظنت أنه طورنا شيء 72 سنة. التطوير كان مدة 7 سنوات، يعني كنا كل مرحلة نحاول نضيف يعني موديولات وكل شيء. وبعدها كي جات الأزمة، احنا كنا راح نديروا إعلان رسمي على نظام منظم، والشركة لا يخفى على الناس أنه الشركة عندها نظامين سمارت ومؤشر مدرجين في كتاب الاختراعات في العالم الإسلامي في جدة 2017، لما كنا الممثل الوحيد للجزائر فأنا ذاك. فالأنظمة كانت مطورة، وبعدها جاء هذا نظام منظم يكون راح يتم الإعلان الرسمي عنه في شهر مارس، وطاحت الأزمة. وش نعمل؟ ففضلنا أنه نسخر كل الوسائل التي تم تطويرها والأنظمة التي تم تطويرها في الشركة تسخر لخدمة الدولة الجزائرية. فسخرنا كل ما عندنا من تكنولوجيات خدمة يعني للحكومة الجزائرية حتى يتسنى لها من السيطرة على هذا الوباء. والأمر الثاني أنا أرى